ونبدأ بهذه اللحظات بانطلاقة شوطنا الثالث بتعداد أشواط هذا اليوم الثاني المخصص لسن الحيل ومنافسات الكبار والثمانية كيلو مترات التي أيضا سنشهد بها المنافسة الشيقة والمنافسة الجميلة والرائعة الحاضرة على أرضية ميدان التحدي. لنتابع هذه الانطلاقة لنشاهد هذه الأسماء الكبيرة المتواجدة بمسيرة هذا الشوط وعملية البحث عن كلمة الناموس، الكلمة الغالية التي يعمل من أجلها الجميع الملاك والمضمرين لأجل نيل هذه الكلمة الغالية ولأجل أيضا حصد نقطة ثمينة في هذا المهرجان وفي هذا أيضا الحفل الكبير. نبدأ مشاهدينا الكرام مع انطلاقة أول المراكز لنتابع مجريات الصدارة بانطلاقة بنت شاهين راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي على المركز الأول. المركز الثاني التقدم من سلاطين حمد بن سليمان بن حمد بن جبرين من يمتلك سلاطين على ثاني التحديات. المركز الثالث التواجد من قبل مزنة عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي الغفران المري. والمركز الرابع أتابع حذرنا الكريم انطلاقة بنت مناور حمد بن صغير بن راشد بن سعيد المهيري على المركز الرابع. المركز الخامس حاملة الرقم 5 البراقة البراقة المبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتواجدة بمسيرة هذا الشوط والمنطلقة معنا في هذه التحديات الكبيرة والمميزة. لنعود مجددا لنستجد النداء مع أول المراكز لنتابع شعار نعيمي الحاضر مع الصدارة والمتواجد بانطلاق بنت شاهين. هذه هي الشاهينية المسيطرة والقائدة لمجريات هذا الشوط ونتابع هذا النقل المميز هذه اللقطة الجميلة لمتابعينا ومشاهدين قناة الريان الفضائية لعشاق هذه الأصالة لنتابع أيضا هذه المنافسات المستمرة. شكرا أحمد السادة شكرا محمد فيضي على هذه اللمسات واللقطات المميزة. إذا شاهين على اول المراكز مسيطر على الصدارة راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني سلاطين وشعار بن جبرين ينطلق على ثاني التحديات حمد بن سليمان بن حمد بن جبرين وعملية التضمير لدى سعيد بن هديبان المري. المركز الثالث حاملة الرقم 3 امتياز وصلت بهذه اللحظات وسعيد بن منان بن غدير الاكتبي يقدم لنا امتياز لتحظى بعلامة ممتاز مع انطلاقة ثالث التحديات. المركز الرابع التواجد من قبل رابع المراكز بديعة وخليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية من يمتلك بديعة على المركز الرابع. المركز الخامس يصل شعار بن دري لينطلق مع سوقة وسالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي على خامس المراكز. هذا هو النداء الثاني للأسماء الخمسة الأولى المتواجدة والمنطلقة وما خلف الخمس أسماء ما بعد حان تواجدها بالنداء. ترقبوا قدوم هذه الأسماء في الوقت المناسب. هنالك أسماء بعضها حظى على السيارات وبعضها حظت على الرموز وبعضها أتت وصيفة أيضا للأشواط العينية ولكن ترقبوا المنافسة وترقبوا حضور هذه الشعارات المتواجدة وما وصلت لهذا السن إلا برصيد حافل أهلها للانطلاقات مع الكبار. إذا شدوا الحيل على الحيل مع هذه الانطلاقات المميزة ومع المسافة الماراثونية والثمانية كيلو مترات. نتابع لقطة كاميرا الماني هليكوبتر التي أيضا ترصد الصورة الجميلة للمتابعين
ولي أيضا المشاهدين لهذه الانطلاقة العودة إلى بيت شاهين، إلى بيت شاهين وإلى السلالة الشانية الحاضرة مع أول المراكز بتقدم شعار النعيمي وبانطلاقة راشد بن ناصر بن راشد. الجبر النعيمي على المركز الأول، المركز الثاني أرى الخدوم، أرى الانطلاق من قبل أيضا شعار بن منانة. امتياز بدأت تنطلق على ثاني تحديات تسللت في هذه اللحظات. امتياز سعيد بن منانة بن خدير الكتبي يصل شعاره ليحظى أيضا بنقطة ثمينة في هذا المهرجان بانطلاقة امتياز وبتواجده على ثاني تحديات. المركز الثالث سلاطين حمد بن سليمان بن حمد بن جبرين على المركز الثالث. المركز الرابع أبناء الوثبة أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة مع انطلاقة شعار بن دري الحاضر مع سوقة سالب بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي ينطلق شعار على المركز الرابع. المركز الخامس أول الغادمات أول الواصلات هم لولا ناصر بن أحمد بن حسن العامري على المركز الخامس. هذا هو نداء الأسماء الخمسة الأولى والخماسية الماسية الحاضرة والمتواجدة والمتنافسة بمسيرة هذا الشوط. ولنا عودة إلى البداية، لنا عودة مع انتصاف المسافة، انتصفت مسافة هذا الشوط لنبدأ مع أيضا منافسة جديدة ونفتح سجلات بيضاء للمنافسة بانطلاقة الأسماء بتقدم الشعارات بحضور أيضا الأسماء الكبيرة الحاضرة والمتواجدة لننطلق مع الصدارة لنرى بن شاهين على أول المراكز لنتابع شعار راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي على المركز الأول يسيطر على أول المراكز يسيطر على المقدمة والصدارة. المركز الثاني امتياز سعيد بن منانة بن خدير الكتبي ينطلق شعاره من الجانب الأيمن ليبدأ بتغيير المراكز ليقود الأسماء ليسيطر على المركز الأول مع امتياز سعيد بن منانة بن خدير الكتبي ينطلق شعار على المركز الأول. المركز الثاني بن شاهين راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. المركز الثالث التواجد مشاهدي الكرام من قبل سوقة وسالب بن أحمد بن محمد بن دري الفلاح يتواجد شعار ليقترب مع المنافسة والانطلاق على ثالث المراكز. المركز الرابع التواجد من قبل سلاطين حمد بن سليمان بن حمد بن جبرين الحاضر بشعاره مع المركز الرابع. المركز الخامس الوصول من قبل راهية وسالم بن محمد بن ضبيعة الكتبي يصل شعاره بهذا الأداء الراهي لينطلق مع المركز الرابع بهذه اللحظات لأول نداء تصل راهية. المركز الخامس التواجد من قبل هملولة ناصر بن أحمد بن حسن العامري على خامس التحديات يتواجد شعاره على المرتبة الخامسة والشعار السيحي متواجد في خامس التحديات. هذا هو النداء، هذا هي الأسماء المتنافسة والحاضرة والمنطلقة بمسيرة هذا الشوط. بدأنا بهذه اللحظات بالاقتراب شيئا فشيء من ناموس هذا الشوط وبدأت تتقارص الأمتار وترتفع درجة حرارة هذا الشوط. إذا أمور الصدارة مع امتياز، امتياز مع المقدمة، امتياز مع القيادة مع الريادة، ولكن راهية انطلقت إلى المركز الأول. راهية قادت الأسماء، راهية سيطرت مع برضبيع المركز الأول لتنطلق بشعر سالم بن محمد برضبيع الكتبي على المركز الأول ومع قيادة هذا الشوط. إذا هذه راهية بهذا الأداء الزاهي بهذا الأداء الراهي تتواجد مع المقدمة مع القيادة والسيطرة ومع الانطلاق. المركز الثاني امتياز بشعار بن منانة سعيد بن منانة بن خدير الكتبي على المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد شعار بن دري مع صوق وسالم بن أحمد بن محمد بن
بدري، الفلاح يتقدم شعار مع المركز الثالث المركز الرابع، وتابع الشعار الصحي لينطلق بهذه اللحظات مع هملولة وناصر بن أحمد بن حسن العامري. المركز الخامس انطلقت قوت وحضرت بهذه اللحظات قوت وسعيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الكتبي يحضر شعار الأول ندى مع تواجد خامس المراكز ومع انطلاقة الأسماء. يا سلام يا سلام يا لقوة هذا الشوط وقوة الأسماء الحاضرة والمنطلقة والمتواجدة. هنالك الصدارة، هنالك راهية، راهية على المركز الأول، راهية على المقدمة، وتابع بالعين المجردة أسماء حاضرة قادمة خلف الخمسة المراكز الأولى، ولكن ترقبوا قدومها في الكيلومتر الأخير. إذا تجاوزنا لافتة 1500 متر عن ناموس هذا الشوط، عن التتويج، شعار بن مرخان غير مع الصدارة، مع قوت، مع قوت سعيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الكتبي ينطلق شعاره. المركز الأول، المركز الثاني راهية، وسالم بن محمد بن ضبيعه الكتبي المركز الثالث حضرت ايضا امتياز، وهنالك ايضا الغدوم من قبل فوقه سالم بن احمد بن محمد بن دري الفلاحي المركز الرابع. يا سلام، ولكن خامس التحديات وصلت شديده، وصلت شديده البريدي حمد بن هادي البريدي. المري يصل بهذه اللحظات صاحبه الرمز للعام الماضي في مهرجان الشيخ محمد بن زايد صاحبه عشر سيارات. هذه من الأسماء التي وعدتكم بقدومها مع الشعار البحري ليحضر بهذه الانطلاقة مع حضور المنافسة. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى قود وسعيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان الكتبي على المركز الأول. المركز الثاني بن دري، بن دري حاضر ليقدم لنا هذه السوقة الثمينة مع سوقة، مع سوقة راهية بضبيعة قادمة. ولكن يا سلام البراقة، مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي حاضر بهذه اللحظات لينطلق مع الأسماء. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، انطلقت البراقة، انطلقت البراقة لتنطلق مع الناموس مع التتويج، وبرايا وأيضا براقة مع الصدارة مع المركز الأول مع الناموس. وصلت راهية، وصلت راهية، السيارة بالانتظار. الله، البراقة وراهية، البراقة وراهية، راهية والبراقة. اللحظات الأخيرة، أمتار الناموس، خط النهاية، خط النهاية، خط الناموس. ولكن البراقة، البراقة هي من فازت مع الفلاحي، مع الفلاحي. إذا التهاني والتبريكات، دخول جماعي. إذا يا أبو بريك، اللي فازت معنا راهية لسالم بن محمد بن ضبيعة الكتبي بسيارتي هذا الشوط المركز الثاني، وصلت البراقة لمبارك بن محمد بن أحمد بن شملال الفلاحي المركز الثالث. كان الوصول من قبل مشاهدي الكرام قود لسعيد بن سلطان بن محمد أو سعيد بن سلطان بن مرخان الكتبي المركز الرابع. وصل مشاهدي الكرام سوقة لسالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي المركز الخامس، شديدة لحمد بن هادي البريدي. مشاهدي الكرام، متابعينا الأعزاء، تابعنا وشاهد المنافسة حتى خط النهاية. بالفعل الحبسي منافسة قوية حتى اللحظات الأخيرة، وكان الناموس ما بين راهية وما بين البراقة. ننتظر التوقيت الزمني لنتابع الدخول الجماعي ما بين راهية وما بين أيضا البراقة. إذن فازت معنا راهية بتوقيت زمني وقد 12 دقيقة 44 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. الثانية تبقى لسالم بن محمد بن ضبيعة الكتبي على هذا الفوز المستحق ثاني المراكز. وصلت البراقة 12 دقيقة 44 ثانية، 9 أجزاء من الثانية بنفس التوقيت تقريبا. الثانية تبقى مبارك بن أحمد بن مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي المركز الثالث. وصلت مشاهدي الكرام قوت 12 دقيقة 48 5 الزمن الثانية. التهاني والتبريكات لسعيد بن سلطان بن عبيد بن مضر بن مرخان الكتبي.